السلام عليكم طلاب صف أول، كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. هيا بنا نستعرض كلمات الأسبوع الجديد، المفردات الجديدة New vocabulary for the next week. قط. قط means cat. كلب. كلب means dog. أرنب. أرنب means rabbit. هيا بنا نضع هذه الكلمات الجديدة في جمل جديدة. Let's put these new words in new sentences. أنا أحب القط لأنه كبير. أنا أحب القط لأنه كبير. It means I like the cat because it's big. أنا أحب الكلب لأنه صغير. أنا أحب الكلب لأنه صغير. It means I like the dog because it's small. أنا لا أحب الأرنب لأنه صغير. أنا لا أحب الأرنب لأنه صغير. It means I do not like the rabbit because it's small. شكرا لكم جميعا صف أول، أراكم الأسبوع القادم. مع السلامة.